بسم الله. دلوقتي انا عايز اعمل برنامج بسيط عباره عن ايه، ان في كائن معين لو لمس القط هيقول كلمه معينه، تمام؟ فهصغر الكائن ده شويه، القط دوت اللي هو سبيريت وان، تمام؟ واقول له انا عايز، خلينا نحط كائن جديد، اقول له مثلا حط لي القط دوت، خلينا نختار كلب مثلا. اوكي، الكلب دوت شكله كده جعان، هحط له حركه. الحركه دي عباره عن ايه؟ من كنترول هقول له لما ادوس الزر الايمن يتحرك 100 خطوه، تمام؟ يبقى انا اول ما ادوس الزر الايمن هيبدا يتحرك، تمام؟ طيب عايز بقى اقول له لما تلمس القط دوت يحصل تفاعل معاه، فهقول له كنترول لما ادوس لك على العلامه ديت، تمام؟ ابدا نفذ الحاجات دي، تمام؟ فور ايفر في اي لحظه، لو دي يعني اف، لو انا لمست تاشنج، لو انا لمست ايه بقى، الاتش الحدود، ولا ماوس بوينتر، ولا السبيريت وان. سبيريت وان لو انا لمست سبيريت وان اعمل ايه؟ ممكن اقول له مثلا قول كلمه هم 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 هم، تمام؟ طيب يبقى انا كده حددت ان انا لما ادوس الزرار الايمن هيمشي الناحيه دي، وهفعل ديت الاداه ديت وابدا امشي هم 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 هم، تمام؟ دي فكره ان الكائنات تتفاعل مع بعض، تمام؟ ممكن اروح هنا واقول له ايه دبليكيت، واروح مثلا مخلي ده مثلا اب مثلا، تمام؟ لو قلت له اب يبقى لازم احط له الاداه اللي هي ان انا اتحرك في اي اتجاه، تمام؟ او ان انا اغير الزاويه بتاعتي، تمام؟ اتمنى يكون الدرس سهل وبسيط ونطبق في حاجات اكثر تعقيدا.